في هذا الفيديو نستعرض معا 12 حيوانا من حيوانات البرية التي قد تستغربون أنها موجودة في الحقيقة ولكنها بالفعل حقيقية تماما. طمارين الإمبراطور هو أحد أنواع القردة الغريبة جدا ونادرة الوجود. يتميز طمارين الإمبراطور بصغر حجمه ويتواجد غالبا في الغابات المطيرة بالبرازيل وبيرو وبوليفيا. أكثر ما يميزه هو شريبه الأبيض الطويل الذي يصل طوله إلى 24 سنتيمتر، والذي يقال أنه يشبه الإمبراطور الألماني قيصر ويليام الثاني. يبلغ وزن هذا القرد 32 أونص فقط، ويتراوح طوله فيما بين 7 إلى 12 إنش. ويعتبر حيوان طمارين الإمبراطور من أكثر الحيوانات اجتماعية في البرية، حيث يعيش في مجموعات ما بين 2 إلى 8 أعضاء، ومن الغريب أن هذه المجموعات غالباً ما تقودها الأنثى المسيطرة. حيوان تنين البحر المورق. يعيش تنين البحر المورق في السواحل الجنوبية والغربية من أستراليا، حيث تحب هذه الكائنات العيش في المياه الضحلة والتي تتوافر فيها التغذية الوفيرة اللازمة لها. تظهر هذه الحيوانات على شكل أوراق بحرية تطفو في المياه. تعيش هذه الحيوانات لمدة 10 سنوات فقط، وتنمو لتصل حتى 14 إنشاً. ربما يكون شكلها الغريب هذا هو السبب في أنها تعيش لهذه الفترة الطويلة. يسروع الجوهرة. يتواجد هذا المخلوق الغريب في الغابات المطيرة، وحصلت على اسمها من النتوءات الشفافة التي تميل إلى التلألؤ والتي تغطي كل أجسادها. وتكون هذه المخلوقات في قمة تلألؤها وهي في مرحلة التكوين، حيث تغطي أجسادها نتوءات برتقالية صغيرة تكاد تنكسر عند كل ملامسة مع جسم صلب. أما عن الخطر الحقيقي لها فيتمثل في كونها تحاول الالتصاق بالبشر أثناء تجولهم في الغابات، وهي مخلوقات سامة، وهو ما يجعل تجربة الالتصاق بها تجربة غير مريحة بالمرة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الحيوانات تهاجمها يرقانات طائرة قد تقتلها من الداخل، ويمكنها أن تصيب بالعدوى أي حيوان آخر يلمسها. الدنقيس هو نوع من فصيلة الكنغر يحب تسلق الأشجار، ويتواجد بكثرة في بابوا في أندونيسيا وجزيرة غينيا الجديدة. يعيش هذا الكنغر على ارتفاعات تصل من 10 إلى 13 ألف قدم فوق سطح البحر. وعلى الرغم من أنه يحب تسلق الأشجار، إلا أنه يقضي وقتا قليلا جدا في تسلقها، ويبرع هذا الحيوان في التخفي، حتى أن المصورين لم يتمكنوا من التقاط صور له إلا في عام 2009، بعدما أمضى فريق من المصورين 11 يوما يبحثون عنه. أخطبوط دامبو. تم اكتشافه عام 1999، وهو نوع من الأخطبوط المميز بعيونه الواسعة وطيرانه في أعماق البحار. ومصطلح دامبو يطلق في العموم على 18 نوعا من هذا الأخطبوط، الذي لا يزال يحير العلماء على كيفية تصنيفه في عالم البحار. وأكثر ما يميز هذه الحيوانات هو عيونها الناتئة، التي لا يعرف العلماء حتى اليوم السبب في كونها مستديرة وجاحظة بهذا الشكل. يمكن لهذا الحيوان أن يصل إلى 5 أقدام، ولديها القدرة على التحكم في لونها. حيوان كابيا باتاغونيا. تعد هذه الحيوانات أقرب شبها بالغزلان الصغيرة، إلا أن هذه الحيوانات هي من نوع القوارض الكبيرة. لديها مخالب قوية وحادة والتي تستخدمها للحفر في الأرض في مواطنها الأصلية. كما تتميز هذه الحيوانات بأرجلها الطويلة التي تمكنها من القفز حتى مسافات عالية، حتى تتمكن من الهروب من المفترسات، حتى أنها تتمكن من القفز حتى 9 أقدام. تصنف هذه الحيوانات كثالث أضخم القوارض على سطح الأرض. الضفدع البنفسجي. تم اكتشاف هذا الضفدع في عام 2003، وهو اكتشاف جعل العلماء يحتارون في تصنيفه كنوع جديد من الضفادع. يتواجد هذا الضفدع بكثرة في الهند في جبال غهات، حتى أنه يقضي معظم حياته تحت الأرض. وحتى اليوم لم يعرف الكثير عن كيفية تأقلم هذا الضفدع في البيئة المحيطة به، مع العلم أنه يصدر صوتا شبيها بصوت الدجاج، وهو سمين جدا وله عيون صغيرة مخفية، ويميل لونه للون البنفسجي. الذئب ذو العرف هو أطول الكلاب المنتشرة في أمريكا الجنوبية، وهو أقرب شبها للثعلب من الذئاب، وهو صياد محترف بالرغم من هيئته المسالمة.
ويتوقع العلماء أن السبب في كون رجله طويلة عن أرجل الكلاب هو كثرة وجود الحشائش في مواطنه الأصلية في البرازيل، بيرو والأوروغواي والأرجنتين. هو ما جعل أرجله تتطور بهذا الشكل لكي يستطيع الرؤية عبر الحشائش. وينحدر هذا الحيوان من فصيلة ذئب فولكلاند الذي انقرض منذ عام 1880. حيوان الجرنوق هو نوع من الظباء طويلة الرقبة والتي تنتشر في الأراضي الجافة والصحراوية في أفريقيا. يمكن تعريفه على أنه قريب من الغزلان والزرافات، حتى أنه يأكل مثل الزرافات تماماً. وأكثر ما يميزها هو رقبتها الطويلة ورأسها الصغير وعيونها الجاحظة. على عكس الغزلان، يقف حيوان الجرنوق على قدمين اثنين لكي يطعم نفسه. حيوان الطرغولية يعرف أيضاً باسم الفأر الغزال، ورغم أنه لا ينتمي لأي من الفصيلتين، يعتبر من أغرب وأكثر الحيوانات غموضاً. لا يعرف عن هذه الحيوانات الكثير، وذلك نظراً لصعوبة التوصل لأماكن تواجدها، تعيش في أفريقيا الوسطى وكذلك في مناطق آسيا.